أهلا بكم. كيف أصبح الاقتصاد العراقي في ظل ارتفاع مبيعات النفط والتي وصلت إلى أكثر من 4 ملايين برميل نفطيا؟ ما الذي تحقق في السنوات الماضية منذ العام 2003 ولغاية الآن على الصعيد الاقتصادي؟ أليس اعتماد العراق على إنتاج النفط يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي؟ أليس ربع الشعب العراقي تحت خط الفقر ومثلهم من الفقراء؟ ألم تتجاوز نسبة البطالة في العراق 20%؟ أليس الإنتاج العراقي بات فعلاً ماضياً؟ ألم يعد العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن بلداً يعتمد على الاستيراد في كل شيء؟ أليس العراق يعاني من مشاكل مالية بسبب الفساد المستشري في دوائر الدولة؟ أليست الحكومة عاجزة عن سداد ديونها؟ أليست الحكومة عاجزة عن سداد ديونها والتي تصل إلى أكثر من 125 مليار دولار؟ أليست العملة الصعبة في العراق تهرب من قبل سياسيين ومتنفذين إلى خارج البلاد، حيث أغلب الأموال العراقية المهربة تذهب إلى إيران؟ أليست المشاريع الوهمية وصلت قيمتها إلى أكثر من 300 مليار دولار أمريكي في العراق؟ أليست الموازنات المالية في السنوات الأخيرة تعاني من عجز مالي واضح؟ أليست البيئة غير الآمنة في العراق طاردة للاستثمارات الأجنبية والمحلية؟ أليس حيتان الفساد هم من يسيطرون على الاقتصاد العراقي؟ فكيف أصبح الواقع الاقتصادي في العراق؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم. فاصل ونعود إليكم. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة سنة. يومية 150 هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 نعم. مليار اللي داخل بضاعة أقل المليار 99 مليار دولار متسرب عملة. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة والبنوك مملوكة لسياسيين. كل هالعشرة العشر بنوك العشرة سياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دون العشر بنوك إطلاقا. ولا واحد. أهلا بكم من جديد، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول الواقع الاقتصادي في العراق وأسباب تدهوره، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. إنتاج النفط، بما أن معظم ميزانية العراق السنوية تعتمد على النفط، فدعونا في البداية نتحدث عن قضية إنتاج النفط في العراق. في تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة في أبريل الماضي أشارت فيه إلى أن إنتاج العراق من النفط تضاعف على مدار العقد الماضي، لكن الهيئة التي تراقب إنتاج الطاقة في العالم حذرت من أن نمو إنتاج نفط العراق قد يتوقف إذا فشلت بغداد في العثور على مصادر جديدة للمياه، والتي بدونها يمكن أن تعاني معدلات الإنتاج في تجاوز المستويات الحالية. طبعا يعني بسبب الحروب وبسبب الفساد الجاري في العراق يعاني العراق من انخفاض في معدلات المياه التي يحتاجها في ضخها في الآبار النفطية. طبعا تقرير الوكالة الدولية أوضح بأنه على الرغم من ارتفاع انتاج العراق من النفط من 2,300,000 برميل يوميا في عام 2009 ووصل إلى 4,700,000,000 برميل حاليا، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة حذرت من تراجع هذا الانتاج بسبب حاجة العراق إلى كميات كبيرة من المياه لضخها في آبار النفط. وقالت وكالة الطاقة الدولية في هذا التقرير: للوصول إلى مستويات الانتاج المتوقعة سيحتاج العراق إلى 3 ملايين برميل إضافية من المياه يوميا لضخها في آبار النفط. يعتمد العراق على الواردات من الدول المجاورة بنسبة 70% من المياه التي يقوم باستهلاكها، بعدما انخفضت مستويات الأنهار بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات
الماضية. أضاف تقرير وكالة الطاقة الدولية المياه المتاحة آخذة في التراجع ما يمثل عائق لإمدادات المياه السطحية والجوفية، كما أن تدفقات الأنهار المنخفضة سمحت لمياه البحر بالتوغل ما زاد من ملوحة المياه العذبة. ولفت التقرير إلى أن بعض العمليات في محطات الطاقة وأكبر مصفات للنفط في البلاد قد تم تقليصها في عام 2018 لأن مستويات الملح في الماء كانت أعلى بأربعة أضعاف من المسموح به. نتحدث على موضوع القروض في العراق. الحكومة اقترضت في هذا العام 27 قرض من ضمنها قروض داخلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة الذي ناهز 23 مليار و300 مليون دولار أمريكي. طبعا تقدر الإيرادات النفطية للموازنة بحوالي 79 مليار دولار، هذا إنتاج النفط يجيب للعراق أو جاب للعراق في هذا العام بحسب ما رصد فيه في الموازنة تقريبا 79 مليار دولار. وبنيت هذه الأرقام على متوسط سعر برميل النفط عند 56 دولار وبمعدل تصدير يبلغ 3.8 يعني 3 ملايين و800 مليون و800 ألف برميل نفطيا، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية بحوالي 10 مليارات دولار. معروف العراق يواجه مشاكل مالية أخرى تتمثل بسداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية ومنها الولايات المتحدة، إيران، الصين، فرنسا، خاصة أن هذه الديون تم توجيهها لشراء أسلحة ومعدات قتالية. طبعا تقريبا العراق مطلوب 130 مليار دولار 130 مليار دولار للدول الأجنبية. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك يا عبد القناة الرافدين إن شاء الله. حياك الله يا حبيبي. ابن محمد سليم دخل على العراقي إن شاء الله، وإحنا ما عندنا يمكن الوحيد غيركم ابن الله رسوله. يعني دول 4 ملايين برميل يفضلون جذابين، 10 ملايين برميل يفضلون والعراقيين يجدون بالشوارع. نعم. والعراق ما في كهرباء والناس الحين والله مطيع حظ على السنة من وراء حكومة. والله العظيم ابن محمد بالقرآن الكريم لا في تحينات لا في صحة لا في زراعة لا في شيء، بس غير منسوين حاسب برامين 10 مليون برميل يوميا يصدرون يخلون جيوبهم ويجزون الفلوس الحيران. هذول الكذابين هذول الحكومة. أعطيني السؤال أجاب. نعم. شنو أسباب تدهور الاقتصاد العراق؟ شو ما شاء الله النفط دا يصدرون باليوم حوالي 4,700,000 برميل يوميا، وعندنا نسبة الفقر بالعراق حوالي ربع الشعب تحت خط الفقر، واللي يعني فقير أو فوق الخط بشوية هم تقريبا ربع، ونسبة البطالة هم وصلت تقريبا 25%، عندنا ملايين الخريجين ما عندهم وظائف، الاستثمارات بالعراق ضعيفة جدا، تهريب العملة الصعبة خارج البلاد. شلون تشوف انت الوضع؟ شنو سبب هذا التدهور بالاقتصاد اللي يعتمد فقط على النفط؟ ابن محمد عمر وياك 10 ملايين يوميا 10 ملايين برميل يروح والشعب عذب عذب. والله العظيم بالقرآن الكريم جلس ماكو جنة، الله وكيلك كثير من الجوع. هذا مو حكومة، حكومة عصابات. لا ابن محمد لا حكومة، كل العصابات عصابات، كل من يبوغ بجنة ناسين شعب العراقي. شعب العراقي شعب بسيط، شعب فقير، ما بدون الشعب العراقي يبوغ على حيله. من الطالبة إيران ومن الشعب تعطي السمان موجود بالعراق
ما بدون نعم اي تقدير من احواسنا ونصح نعم. انا اشكرك ابو زكريا، اشكرك ابو زكريا من كركوك كان معنا. طبعا خلونا نتحدث على تهريب العملة الصعبة والذي يعد من أحد الأسباب الضاربة للاقتصاد العراقي. في عام 2016 أفادت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن 80% من 312 مليار دولار باح البنك المركزي العراقي خلال 12 سنة هربت للخارج. وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في ذلك الوقت وهو برهان المعموري تحدث وقال بأنه منذ تأسيس مزاد البنك المركزي تم بيع 312 مليار دولار 80% منها هربت إلى خارج العراق. لفت إلى أن المشاركين بمزاد بيع العملة من مصارف وشركات هدفهم هو الحصول على العملة الصعبة بسعر أقل لتهريبها خارج العراق بعد تقديم مستندات تجارية مزورة. في يونيو الماضي من هذا العام عام 2019 محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قال بأن ملايين الدولارات تهرب يوميا من داخل العراق وبين بأن معظمها ذهبت إلى إيران أو مولت حروب إيران في المنطقة إن كان في العراق ولا سوريا ولا لبنان أو اليمن. حذر القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار من أن فساد بيع العملة وتهريبها يعد من أخطر أنواع الفساد في العراق، وقال النجيفي بأن هذا الفساد مدعوم من قبل جهات متغلغلة في الدولة تقوم بحماية هؤلاء الفاسدين وصمموا وضعهم منذ أكثر من 10 سنوات لكي يكونوا بهذه المناصب ويقوموا بتهريب العملة وحماية الفاسدين، وهم يتبعون جهات سياسية وينفذون أجندة خاصة. وأكد بأن الكثير من هذه العملة المهربة تذهب إلى إيران. من جهة أخرى طبعا كشف قضاة متخصصون في قضايا غسيل الأموال بأن تجارا وصيارفة وهميين وشركات تحويل أموال هربوا ملايين الدولارات إلى خارج البلاد. طبعا في تصريحات أخرى قال قاضي تحقيق غسل الأموال أياد محسن صمد بأن التجار يقدمون مستندات ووثائق مزورة وقوائم وتصاريح وهمية عن طريق المصارف الأهلية للحصول على الدولار ثم تحويله إلى خارج العراق، كما شكى قاضي جنح النزاهة وغسل الأموال راضي الفرطوسي من عدم تدقيق الجهات المسؤولة للتصاريح والفواتير التي تقدمها المصارف والزبائن قبل اشتراكهم في مزاد العملة الأجنبية. معنا اتصال أبو نزار من كربلاء. تفضل أبو نزار. أبو نزار تسمعني؟ حبيبي يا زمان. تفضل عيني. حبيبي سلام. أبو نزار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أهلا بك. بس نصل التلفزيون إذا نصل إياه للأخير الله يخليك. يا حبيبي طاب. نعم تفضل. اليوم ما أدري الموضوع مالي. إحنا اليوم نتحدث عن الواقع الاقتصادي في العراق. أنت تعرف ما شاء الله صادرات النفطية يعني وصلت 4,700,000 وفي بعض الأيام وصلت إلى 5 ملايين برميل إنتاج العراق، ومع هذا العراق يعاني من الفقر ومن البطالة. أضف إلى ذلك أنه الاقتصاد العراقي ده يعتمد فقط على إنتاج النفط، وإنتاج النفط يعني ما يغطي الموازنة ولا يغطي كل البلد من احتياجاته من الخدمات وغيرها. فأنت شلون تشوف الاقتصاد العراقي في والله أنا أقول منذ العام 2003 ولغاية الآن؟ نعم والله أنا أقول مع أسف على العراق أنه ظل معتمد بس على النفط. نعم. لعبتها إيران ويانا مضبوطة، فوتتنا النخل وموتتنا الزراعة وفلستنا من المعامل وفلستنا من الصناعة في سبيل استفادة إيران وظلينا على النفط. وحتى النفطات يا أخي وين إن النفطات؟ النفطات وين؟ من مستفاد الفقير؟ مستفاد من النفطات لو بطن العصابة. النفطات كل راح نبطن هاي العصابة بهاي اللي تسمى حكومة. والله حرامات واحد يقول عليهم حكومة. الله وكيلك من دولة حكومة أما صعبة هي هاي اللي ماشي عليها عصابة حرامية اجتنا من الدول على الدبابات من إيران
من امريكا بهذلت العراق، والعراق يبغى مبهذل. خليها ببالك، شوف احنا ما نرتاح وما نشوف الخير الا نخلص من ايران، الا نخلص من ايران يلا نرتاح، الا ربنا يلتفت لنا ونخلص من ايران. ايران البلد هم كلهم ايرانيين، حتى ذول الموجودين هسه ايرانيين. شو تقول يعني؟ شنو يعني؟ هم منين يجوا؟ ناس سايحين سفلاء هتلية. الله وكيلك، انتم لزموا البلد لا فيهم ولا علم ولا ابد. يوم من عندهم الشريف، انطيني منهم الشريف. يوم ما بيهم شريف يا اخي، ما بيهم شريف. نعم. أنا أشكرك أبو نزار من كربلاء، كان معنا اتصال أبو أحمد من الفلوجة. أبو حيدر، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تحية لحضرتك وتحية لقناة الرابطة. حياك الله يا أهلا بك. تحية لأبو نزار من كربلاء، والله وجع العلة. نعم. أستاذ عمر، بالنسبة للموضوع يعني إحنا والله العظيم نتحمس فيه الواحد يأتي. يعني البلد العراق رابع دولة بالعالم. احتياط النفط، تصدير النفط، الميزانية الانفجارية 120 مليار، بعد عمر 120 مليار، مع الأربع دول. أقول لك بالله تعيش أربع دول مو بس العراق. بس لا. الخلل بيمن؟ الخلل بهاي الطقم الفاسد الحكم طال البلد اللي جابوه من الأمريكان. نعم طلع على الأمريكان ونعم طلع على الإيراني اللي نصبوا هيج حكومة فاسدة. يعني ما تكفني مو وين المليارات وين تروح يا عمر؟ بس انا عجبي هذا رئيس الوزراء اللي اسمه رئيس الوزراء من راح الصين. يعني ما حد سأله، ما حد قال انت العشوار رابع دولة بالعالم وعندك 3 ملايين عراقي عايش بالعشوائيات. ما حد سأله السؤال، ما حد قال انت رابع دولة بالعالم وميزانيتك 120 مليار. شلون شافت ميت جوع؟ شلون عندك نسبة البطالة 30-35%؟ شلون قال عندك 3 ملايين فريجين قاعدين لا شغل ولا عمل؟ يا استاذ عمر قسما بالله هذول يعني مثل ما قال ابن جار، والله العظيم ماكو خلاص، ماكو خلاص الا تنزاع هاي الشله الفازه كلها. لان ما قبل استاذ عمر قبل كان اذا واحد يجربوك، والله ما عاد يجربوك. تعرفون من الدوله؟ هي دوله مضبوطه، دوله قانون. اللي يريد يجربوك له 2000 مليون هسه ذوق كله بالمليارات. ما يحكي لك بالعراق، يحكي لك بالدولار. هاي نقطة. اثنين استاذ عمر، تقول يعني الميزان لا بلا ميزانية تكفي. ليش يصير عدل؟ 120 مليار مو شوية، تعيش أربع دول ودول عظمى وتقارير أجنبية لو 120 مليار الدولة تجيها كل سنويا 120 دولار 120 مليار. استاذ عمر المفروض الشوارع تصير مرمر، الله وكيلك. العراق الشوارع ما تصير مرمر. والزولة وين؟ عشيني تقول لي 120 وين تروح؟ نعم. مو بالعراق، أقول لك بالله مو بالعراق. 120 مليار 3/4 لإيران. يعني شلون هم همهم الوحيد اقتصاد إيران؟ شلون؟ ما يطلع ضع. لازم يهربون. يعني إذا يطلع لك هذا اللي كان وزير الداخلية الحرامي هذا الأسدي يقول 100 مليار، إي صحيح. 100 مليار تبادل تجاري، يدز ال 100 مليار. من بيع العملة أبو حيدر، هاي الميت مليار تم تهريبها خارج البلد. 99 راحت ما حد يعرف وين، وبمليار واحد مشترين الجماعة حاجات. شنو هاي الحاجات ما ندري بيها؟ لا نعرف، شلون نعرف وين راحت؟ راحت ليران، شلون راحت؟ هاي واحدة الزراعة، ليش شنو هو التجارة اللي هو المعامل، معامل الطابور، معامل حتى معامل الألبان هوها بالعراق. هم همهم الوحيد. شلون مو هذا خوش باب الفساد؟ شلون مثل ما قال هذا الحرامي يقول لك يدز 100 مليار يجيب مليار. 99 وين راحت؟ راحت في جيوب الفاسدين السياسيين و 3/4 بالإيران. زين، بس انا والله عتبي مو ما اعتب على هيك حكومه فاسده، لا والله. نعم. والله عتبي على ابن كربله وعلى ابن الفلوجه، على ابن البصره، على ابن السليماني، ابن الموصل. يعني احنا الى متى نظل ساكتين على هيك كله فائده؟ والله العظيم احنا مو خوفنا على انفسنا، خوفنا على اجيالنا. يا اجيالنا شو راح في شنو مستقبله؟ ما عنده مستقبل. هسه شاب 20 سنه تقول لك، يقول لك والله انت زعلان روح من الحياه. يا اخي يقول لك ما عندي مستقبل، مستقبل مجهول.
درس 10 سنوات 12 سنه تخرج قاعد دابر على قاعد لا شغل عمل الله وكيلك حتى عماله ما بيشتغل زين فهذا بعد هو شنو يعني شنو مستقبله؟ ما عنده مستقبل مجهول فهد عمر فالحل الحل والله العظيم الحل بدينا عراقيين اذا ما نصير شعار قوي ونجي حاج كل الفاسده اللي تحكم هذا البلد اقسم لك بالله كل شهر ما تصير لنا كل شهر ما تصير لنا أنا أشكرك أبو حيدر من الفلوجة. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. تفضل أبو عمر. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك. وإلى مشاهدين قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك. ورحم الله شيخنا الكبير حارث الغاري. آمين يا رب. تفضل. آمين رب العالمين. طبعا إحنا نعرف كل العراقيين من سقوط من 2003 لحد الآن. مجموعة الأحزاب السلطة اللي كانت متآمرة خارج العراق وبعد ما دخلوا قصة بغداد ودخلوا على ظهور الدبابات اللي جوي وكلهم من أحزاب السلطة كانوا هم نفسهم اللي قاتلون الشعب العراقي في حرب الإيرانية العراقية تعرف كلهم من قطاعين الطرق واللي كان بيعتبح واللي فدول كلهم كان اللي عايشين يعني في معظم دول البلدان الغرب كلهم كانوا يعرفون انه هم ناس يتعففون عليهم او يتصدقون عليهم، كانوا ضعيفين الشخصيه، لا عندهم مفهوميه بالحياه، لا عندهم ادراك، ولا عندهم مثل يعني يديرون شؤون بلد. فهم يا اخي من يعني من مو من الصعب انه يجون من بعد السقوط يديرون هاي الدوله اللي هو العراق. فهم اخي العزيز ما زالوا هذول احكامهم على السلطه. ونواياهم السريه، هذول ما عندهم اي حب ولاء للوطن. ما عندهم لان لا فاهمين يعني حكم يعني مثل ما يقولون شلون نقول حكم يعني سريع من سريع ما يديرون حكمها، فكيف يقدرون ادارات ومؤسسات هذه الدوله وخدماتها وصناعاتها كل اللي راح اللي دمروه ما يقدرون يديروا لانه هم عايشين على هذا الشيء وما يعملون اي شيء سوى ان بس حفاظوا على كراسيهم وبنوا وهذه الكراسي على حساب العراقيين ودمائهم فمتواصلين دائما يعني بشوف الامور تصير الحال من اسوء لاسوء هم كل زين يعرفون بوضع العراقيين وش يحتاجون حتى العراق اصبح يعني في هاويه مثل شلون بنقول يعني بس اللهم يحفظ العراقيين جميعا يعني منهم حتى ما العراق كله يتكتت يتفجع يحترق كل هاي الامور الله وكيلك ما يهمهم ابد ابد دم العراقي ابد لو يهمهم الدم العراقي صدق لكان اعترضوا عن كل الامور اللي بيشوفوها بالبلد القتل السبب النهب وهم نفسهم اللي جاي يهزون هذا الشعب فعلى الشعب ان يكون يتوحد يظاهر ضد هذه احزاب السلطه اللي جت من بعد 2003 ولحد الان. فيعني كل الوقت يمر علينا كل ما الدماء تصير من دماء العراقيين، الاطاله تزيد، البطاله. يعني شوف هسه اللي قاعد يسوونه بيحاربون الناس برزاقهم، بيبلشون بيوت، هذا انت بكره ما تسوون خدمات العالم، تسوون لهم مصانع، بيوت، مجمعات. يغلون هاي الناس العطاله بطاله انت تجون تحاربوهم وتقطعون برزاقهم فما يفيد الحمار احنا لازم ان نكون ثوره كل العراقيين يشترك فيها لطلب هذول العملاء من ارض العراقيين نعم ولازم ان نكون هم متوحدين سنه وشيعه كلنا لان هم جو على سقف هذه الطائفيه وتفريق هذا البلد لكن احنا ما هاي الامور ما تفرقنا ان شاء الله نبقى اخوان ونبقى مثل ما يقولون عراقيين وطنيين واي لحظه اللي يكون فيها احنا حاضرين لطرد هذول الناس العملاء اللي جوي من برا. نعم. انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا، معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. ام عبد الله شلون تشوفين الواقع الاقتصادي في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم أولاً. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. العراق استاذ احنا الاقتصاد العراقي ترى ما تحكي عنه منهار واصل الى الصفر. السبب ليش؟ لان كل الميزان التجاري احنا الميزان الاقتصادي كله سلبي بالعراق. السبب ليش؟ لان عندنا استيراد
يعني 100%، والتصدير يمكن بس النفط نصدر احنا. نعم. بس النفط، يعني هذا دلالة على ان النفط اللي موجود في العراق هو اكثرية الكاكات باسم الاحزاب السياسية اللي موجودة في العراق. وبعدين عندنا تهريب النفط عن طريق الحشد وعن طريق الشخصيات البارزة يهربوه الى كل دول العالم، وعن طريق السيارات وحتى وصل الى اسرائيل. زين اذا احنا انضربنا، او العفو اذا صارت يعني شغلة ضربت ايران، اعتقدوا ان بالله انه الضربة راح تؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي وخاصة النفط. خلي يكون في علم العراقيين ان النفط راح يتوقف اذا صارت ضربة لا سمح الله، وراح نبقى بدون رواتب. ليش؟ لانه احنا ما عندنا اي اقتصاد اخر نعتمد عليه، لا زراعة لا صناعة لا تجارة. بعدين اعتب على التجار العراقيين، التجار العراقيين لأصحاب الأموال كل حولوا أموالهم إلى إسرائيل وحولوا أموالهم إلى الصين. هاي الصين اللي قاعدة تقتل المسلمين الإيغار وتمثل جثثهم، وإحنا التجار العراقيين قاعدين حتى مسوين إقامات في الصين وبيشوفون المأساة المسلمين اللي موجودة في الصين والأريكان وهذول الشيخ والمبين والهندوس اللي يسمونه، مع العلم أكو علاقات تجارية مع أعداء الإسلام. فهذا ترى يعني نقطة مهمة للتاجر، ومع العلم التاجر العراقي الشوفة يقرأ قرآن يصلي، لكن فلوسه كلها خالية لجم الكفار، يتاجر بها في سبيل مصلحته أكثر مما مصلحة العراقيين. نعم. بالإضافة إلى هذا أستاذ، أن الأكراد اتفقوا مع الحكومة ينطون أموال على طريق النفط المصدر إلى تركيا عن 250 برميل، مع العلم انه هي 650 الف برميل او اكثر، والباقي الفرق ترى ياخذون اكراد الحكومه الكرديه استاذ. وبعدين ايران منتهيه، او الحكومه منتهيه العراقيه منتهيه مع ايران في اشياء واساليب يعني خرافيه، هي منتهيه بالمد الصفوي والتشيع الصفوي في المنطقه، قتلت الناس، اخذت محلاتهم، اخذت مزارعهم، حولوها الى استثمارات صناعيه، وانطوها اكثريتها هذه الاراضي انطوها الى الاكراد اليهود اللي موجودين في تل عفر، وانطوها الى المنطقه اللي في منطقه كركوك. هسه الوضع السيء اللي بيعيش العراق هو ليس في صالح العراقيين، فاحنا ما ادري ليش ساكتين وليش انه بدنا نتفرج. بالاضافه الى هذا الكويت تطلب من عندنا انه يسوون مشروع سد لدمع المياه نهر دجله والفرات. زين اذا مو احنا عندنا جامعه عربيه وعندنا تكامل اقتصادي، انه كل دوله عربيه تطلب من الدوله العربيه الاخرى انه لمصالح اقتصاديه، اول شيء هو السد اذا اقيمه راح يؤدي الى الفائده للطرفين، للعراقيين وللكويت. وبعدين الكويت عندها موارد ماليه ما شاء الله. نعم، ما يبني العراق، ليش ما عنده فلوس العراق حتى يبني السدود؟ استاذ انت لا تعتب على الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه شو ما اعتب؟ لعد بس يعرفون يبوقون لو شلون؟ شلون ما اعتب عليهم؟ شلون ما اطالب بحقي واحاسبهم وافضحهم؟ احنا اذا نظل نقول لا والله ما نعتب وما نعتب، لا هو دا يبوق وينهب، احنا حتى دا نجرد من اي مساءله قانونيه حاليا وبالمستقبل، ما يصير. هو المسؤول، هو المسؤول عن كل شيء، عن كل صغيره وكبيره في العراق. من راح يحاسبهم؟ من يحاسبهم؟ نعم. من يحاسبهم؟ بعدين اضافه الى هذا الاربع مليارات اللي اخذتها دبي وصادرتها، وين راحت هاي الفلوس العراقيين؟ نعم، انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال محمد من السماوة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لك وتحيه للرافدين. حياك الله يا اهلا بك. اخي عمر. نعم. هذا شعور على الفاسدين السياسيين الحراميه. نعم. اخي عمر يا سامعين الصوت، شفتوا الحراميه باقوا النفط والغذائيه وما خلوا للشعب شويه، صار اللغو 100% فلوس بالمليارات تنباق شويه شويه، لا مشاريع ولا سكن ولا رواتب للشعب. ونصيح يا سامعين الصوت، يا حراميه كافي عاد لغوف، ما شبعت عيونكم ولا شويه، لا دين عندكم ولا ضمير ولا مستحى، وما بقى عندكم ولا شويه. شاوين وعودكم للشعب وما حصلنا منكم غير الكذب شكابين، ولا نعم. شفنا منكم ولا شويه. نعم. يا الحراميه ما بيكم خير للوطن ولا للناس الفقراء، وما تجينا منكم نسحة خير ولا شويه. نعم. محمد نعم. انت شو تشوف نعم الاقتصاد العراقي، شنو السبب او الاسباب الرئيسيه بتدهور الاقتصاد العراقي واعتماده على الاستيراد من الخارج واعتماده فقط على النفط، واحنا كل سنه دنتداين من البنك الدولي ودنتداين من الدول حتى نسوي ميزانيه، وبعدين العراق ينطلب عليه، وهذا الطلب طبعا عليه فوائد، انتاج ما عندنا، مصانع ومعامل ما عندنا، الحكومات المتعاقبة ما عمرت لها ولا مصنع ولا معمل حقيقي، وخلت أنه هذا رديف للإنتاج النفطي. الاقتصاد بما أنه أنت الفلوس اللي تصرفها على الخدمات تروح تسرقها وما تسوي خدمات، فهذا يعني لا وجود لا معمل ولا مصنع ولا شارع ولا توفير وظائف. شو تشوف انت هاي الأسباب؟ شنو أسباب تدهور الاقتصاد العراقي؟ أخي العزيز، نعم، 140 مليار تصب في جيوب اللصوص، أموال الشعب كلها يسرقها المفسدون المتربعون على دفة الدولة. نعم. طليقو الإيدي يوقعون عقودا مع أنفسهم لمشاريع وهمية، يتقاضون عنها مليارات ويديرون مؤسسات الدولة وفق هوى مصالحهم من دون رقيب، حتى صاح صائحهم من آمن العقاب أساء الأدب. أخي العزيز، اقرأوا التاريخ جيدا ولسوف تدركون جسامة الحوادث. انفلت، نعم، انفلت الفاسدون على ثروات العراق، يتقاضون رواتب ورشا وسرقات خرافية منذ يوم الأربعاء 9 نيسان 2003 وحتى الآن، من دون أن ترتوي شهية المال لديهم. ثروة العراق الهائلة لكنها تتسرب إلى جيوب كل من المفسدين الذين إذا لم تشاركهم الدولة فهي متواطئة معهم، لأن من يرى السرقة يعد شريكا فيها إن لم يبلغ عنها حسب الشرع. فهل تسرق دولة العراق شعبها؟ وشكرا لك أخي العزيز. شكرا محمد بن السماء، وكان معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، تفضل ابو الحسن. وعليكم اخوي عمر. وعليكم السلام. حييك وحيي قناتكم. حياك الله. التي تنقل الحقائق. حياك الله يا اهلا بك. اخي عمر، بالنسبه لميزانيه الدوله هي اكبر ميزانيه بالدول العربيه وبالعالم. بالنسبه لتصدير النفط. لا مو اكبر، مو اكبر حتى نكون دقيقين يعني. لا لا، اكبر بالنسبه للدول العربيه. اي كثير من الدول العربية. نعم. كثير من الدول العربية أكبر. نعم. ميزانية هي ميزانية العراق، مو أكبر بس لأنه ميزانية من الدول المتصدرة في بالميزانيات الكبيرة. نعم. أي نعم. فميزانية الدولة أخي تصير بجيوب السراق والفاسدين من خلال تصدير النفط. العراق أيضا محاصر بالنسبة للمواطن العراقي من الدولة، نفسها محاصر لأنه لا رواتب
او لا تعيينات للبطاله، ميتين جوع، والعراق يمتلك ثروه نفطيه هائله. الان بطاله كثرت خريجين الكليات والمعاهد الان في شوارع بغداد يبيعون جزائر، وقسم منهم يبيعون حاط، وقسم منهم يبيعون علالي. هاي الديمقراطيه اللي جتنا بها امريكا للعراق بعد سقوط النظام الوطني السابق. بعد 2003 شكلت حكومات، طلع حكومات سرقه وحكومات ميليشيات. بالاضافه الى هذا بالنسبه لرئيس وزراء عادل عبد المهدي، هو معروف عن سرقه مصرف السويه وحمايته، واوتهم ايران بعد ما خرجوا النقيب اللي كان مسؤول الحمايه انهزم الى ايران. فابسط مثال انه حكومه فاسده سارقه يخلوه رئيس وزراء. لا. كيف باقي الوزارات وباقي المسؤولين في الدولة العراقية؟ لأن هناك سرقات ومجموعة من الشباب الآن بطالة. هو يعني أنا بالنسبة لي أقول من الدول الغنية بالمنطقة، يعني أبناء الآن يتصكعون في الشوارع. الجوع، الجوع في كل عوائل العراقية. شوفهم على حشاك انت وحشاهم على المزابل يلمون اكل حتى يعيشون يعتاشون به. هاي نتيجه السلطه والديمقراطيه اللي اجتنا بها امريكا. وبعدين ثروات العراق والاموال تهرب خارج العراق. ايران صار لها اكثر من تقريبا 6 سنوات هي محاصره. ما معثر بها الحصار لانه عملاء ايران يعبرون العمله الصعبه الى ايران. نعم. وبالتالي ما تأثر الحصار على ايران. هاي نتائج الحكومه اللي جتنا بعد الاحتلال واخرها هي حكومه عادل عبد المهدي. نعم. خلي يباعون على المواطنين العراقيين. الان الفقر بدا يمضي حتى باجسادهم، حتى بعظامهم نتيجه الفقر والجوع بداوا يتوفون قسم كبير لعدم وجود الغذاء والنقص الغذائي. نعم. كلها تتحملها حكومات بعد الاحتلال الامريكي للعراق. هاي الحكومه اللي جونا بها اللي يقولون جيناكم بالديمقراطيه. فمسؤول عنها امريكا ومسؤول عنها ايران. يعني توجيهات الان الحكومه عادل عبد المهدي احنا نعرفه كان وين اتجاهها. هو على المجلس الاعلى كان. نعم. وشو المجلس الاعلى هو بايران. فكيف يكون ولاء الى العراق وايران خدمتها 25 سنه 30 سنه؟ فولاء دائما الى ايران. نعم. يتبع الشعب العراقي ويجوع العراقيين في سبيل ايران تبقى كما هي. نعم. هذا وضع الحكومه العراقيه. نعم. انا اشكرك ابو احمد من الموصل. اني اشكرك. معنا اتصال سعد من السعوديه، تفضل سعد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا اخونا المقدم، وبارك الله في هذه القناة المباركة. حياك الله. وانا اقول بس ما هو هذه العصابة هي اللي تسرق، حتى امريكا لها نصيب وايران لها نصيب في هذا السرق، حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل. لكن ان شاء الله ان شاء الله ان هذا الشعب قادر بقوته ان شاء الله واصراره وعزيمته انه ان شاء الله ينتصر والله مع الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. طبعا نتحدث عن العجز في موازنة 2020. طبعا حديث لمجلس النواب حول وجود عجز كبير في الموازنة المالية للعام المقبل 2020 تحدث، ويعني أثار هذا الحديث مخاوف لدى المواطن العراقي من أن ينعكس هذا الأمر سلبا على حياته المعيشية، ومن أن تنتهج الحكومة سياسة أكثر تقشف. يعني الآن الحديث عن سياسة التقشف طبعا بس على المواطن مو عليهم، وهذه السياسة يعني تبعت وأعلنت في زمن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، وكذلك التقشف كان على المواطن فقط وليس على الحكومة وعلى السياسيين وعلى رواتبهم.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الهادي السعداوي قال في تصريح سابق بأن عدة عوامل قد تؤدي إلى العجز المتوقع، ومنها البيانات غير المدروسة التي أرسلتها الوزارات والمحافظات باحتياجها من التخصيصات المالية، وهناك ما يزيد من هذا العجز وفق الاستراتيجية المعدة للتخطيط لموازنة العام المقبل 2020 بأنها تصل إلى 72 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 60 مليار دولار. يعني العراق بهاي الحالة راح يحتاج يتداين 60 مليار دولار، وهناك تصريحات يقول لك لا بس 30 مليار، بسبب طبعا يقول لك من الأسباب الرئيسية هو عدم تسليم حكومة كردستان للواردات النفطية وكذلك الواردات غير النفطية منها واردات المنافذ الحدودية، فضلا عن قيام وزير المالية بدفع مستحقات الإقليم الحصة من الموازنة بدون الرجوع لقانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019، وهذا ما ساهم بزيادة العجز. معنا اتصال أم مريم من بغداد، تفضلي أم مريم. الله يحييك أخوي ويحيي قناة الرافدين. أهلا وسهلا بيش. أحيي جدنا وزكريا أخي الكريم. الاقتصاد اللي بالعراق جاي تحدثون عليه، أنا اقتصاد أحلى المليارات العراقيين باقوا نفط العراق هم باقوا. أنا اقتصاد يعني شو الظل بالعراق حتى يبقى الاقتصاد حتى احنا جايين شو حتى نفط ما عزلم ناس لحد الآن عايشة بالخيام ما راجع لبيوتهم. نعم أكو مناطق مهجرة تنفذت مناطقهم ما قد يخلون يرجعون دول الميليشيات الإيرانية اللي سرقوا العراق. نعم أخي الكريم أحلى الخريجين جاء نطلع يومية للظاهر والنام بالخيام تدي بس يخرجونا يوقفونا وماكو أي شيء أخي الكريم لحد الآن وجايين الشتاء حتى الشوارع ما مسوينها أقل مطرة بيوتنا تغرق. يعني احنا شنو حال إمن وتقولون اقتصاد يعني احنا وين فلوس العراق خير العراق وين راح كله راح الإيران والميليشيات. نعم وكل هذول السياسيين العراقيين باقونا مع الأسف عليهم. نعم أنا أشكر شو مريم من بغداد. معنا اتصال أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك والقناة الرافدان الشريفة. حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر. نعم ما عاد أعرف هالعالم هاي هالشعب العراقي من يطلع أول ما يطلع. طبعا أنا من الموصل، أنا عشت هاي صار لي 4-5 سنوات شمال. نعم نحن مهاجرين يعني أول ما يطلع يحكي عقل يابا كردستان حرامية 83 وينه 83% ويني ها أنت 17% يابا الإكراد كلهم حرامية. شلون بالله بس عيد 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 من الحرامي نفس الإكراد هم مين يطلعون يقول لك نفط الشمال نفط الكركوك الإكراد وقمارك الإكراد وما أعرف إيش يابا انت ابو احمد الله يخليك بس على كيفك ابو احمد بس على كيفك من تحكي حتى افهم عليك منو اللي يقول حرامي يا اخي منو اللي يقول هسه هاي الحرمه طلعت يعني ها ياخذون 17% ونفط الكركوك ياخذوها منو قال يابا نفط الكركوك من اللي هاي الحرمة قبل شوية طلعت إيش قالت كل العراقيين يحتون. لا بس اسمع لا لا أنت سمعت غلط بس اسمعني الحكومة واللجنة المالية ده تقول أنه حكومة كردستان ما أعطتنا فلوس النفط والمنافذ تمام مع العلم إحنا أعطيناهم الأموال الرواتب هذا تصريح الحكومة وهم جزء من الحكومة تمام؟ بس اسمح لي اخدمك الكلام بس على كيفك حتى افهم عليك. نعم ايه 17% كراط عياخذوه ما تمام؟ نعم انت تعال شوف الكردستان ما ظل مكان ما في مدارس ما في يعني كل المدارس جدد اول شارع ما سووه. نعم ما ظل خدمات ما صارت. نعم 83% العشوائيات اللي انا والله انا عشت بشاخو عشوائيات كل واحد عشوائي شالوا بيته انطوا قطعتين قاعد بالله يعني قطعوا للنازحين قطع اراضي
لا لا العشوائيات مالتهم ماكو. ها اللي موجوده بالاقليم مالتهم. تقصد نعم. ايه ايه نعم بالله الكريم كل تجاوز قدامي انا كنت مؤشر تجاوز جلداد البيت تجاوز. نعم رحت ابو البيت قال يا ما راح يهدوا ابا الله انطوا قطعتين قاع. نعم بالله الكريم. اي هو الخلاف بين حكومة بغداد ابو احمد حتى تكون بالصورة. الخلاف بين حكومة بغداد وبين حكومة اربيل على موضوع الواردات النفطية اللي طالعة من اقليم كردستان والاموال اللي جاية من المنافذ الحدودية. تمام بين الشعب ماكو مشكلة حتى تطمن. لا لا اسمعني اخدمك بكلام. نعم اسمعني عشان احنا يابا مالك راس 17% احسبوها احسبوها هاي ماكو 83% عندنا كم قمرك عندنا بالعراق باليوم 4 ملايين وصل الى 5 ملايين برميل نفط. نعم. وين الواردات وين هي؟ على هال 250 ظلت على هال الزمارك مال كردستان ظلت. نعم هم متفقين بيناتهم. ولا تنسى ابو احمد النفط 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 يعني ما يصير تجي اليوم مثلا نقول والله هسه منو اكثر محافظه تصدر نفط بالعراق؟ البصره. تمام زين هل البصره اخذت اموال النفط وقالت لا والله هاي الي؟ ما هو غير يتقسم على كل 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 المحافظات. مو هذا الصحيح؟ غير هو ملك لكل العراق على عيني وعلى راسي. لو حكومه لو جهه معينه تسيطر على 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 محافظات معينه او محافظه وتصدر نفط تقول لك لا والله هذا مالتي الي وتاخذ النفط من ميزانيه العراق. يعني هم نحكي الحق عشان عمر هذا نفط ملك لكل العراقيين. رحم الله والديك والله مثل ما ابو البصره اللي هو ابو الموصل دي اللي هو نعم. ابو الشمال اللي هو بس ابو نعم انا اشكرك والله واعتذر منك يا ابو احمد لان ما بقى عندنا وقت على للبرنامج بس خلنا نقرا بعض الرسائل. يقول السلام عليكم استاذ عمر والله العظيم الشعب العراقي دمر. يقول فقر وجوع وفساد ورشاوى وكهرباء ماكو مشاكل اجتماعيه بسبب الفقر والاحباط الانسان العراقي. يقول كل حزب حكم العراق اكثرهم عملاء وذيول. ابو محمد من النجف يقول السلام عليكم اخوكم من النجف يقول كل القاده تحت امره ايران. نعم رساله اخرى يقول فيها السلام عليكم يقول من برهم صالح حتى اخر وزير في حكومه عبد المهدي يمارسون سرقه ثروات الشعب. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين والتي تحدثنا فيها حول الواقع الاقتصادي في العراق. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.